أشهر حسب تقول بتصلي بالبيت. ليه؟ يقول الآن لشدة الحرارة الآن الحمد لله على كل حال، صلى الله تبارك وتعالى أن يهون علينا في الآخرة. يقول شدة الحرارة هذه الأيام، فأنا أفضل يقول أذهب إلى المسجد ماشيا، لكن إذا مشيت يصيبني العرق وقد أوذي المصلين بهذا العرق، فهل أفضل أن أذهب بالسيارة مثلا بحيث أن يكون شغل مكيف حتى يصيبني العرق وأدخل وأصلي؟ يعني لا أستطيع أن أقول هذا، لكن إذا كان فعلا يعني المسافة طويلة ويصيبك العرق ممكن نعم أن نقول تذهب بالسيارة، لكن إذا كانت المسافة قصيرة لا تذهب ماشيا إن شاء الله تعالى.